بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللهم صل وسلم صلاتي على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. فإن الله تعالى جعله مباركا قال ونزلنا من السماء فاستعمله في الأرض التي فرض الله عليك تطهيرا ولتكن قدوتك مع الله كصبغة الماء فاغسل وجه قلبك عن النظر إلى غير الله واغسل يدك عن الابتدار الى غيره وامسح راسك عن وجه خارج لغيره وانسى راسك عن التأذي لغيره واحمد الله على ما ألهمك من دينك. الطهارة مقدمة للصلاة والطهارة لغة النظافة والخلاص من الأحداث الحسية والمعنوية تعرف المكان. طهارة لغة النظافة والخلاص من الأحداث الحسية والمعنوية. الحسن والبغضاء والعمق من الأربعة يتفرع عنها جميع أفراد القلوب من الأربعة. الحسد أن ترى غيرك في نعمة وأنت لست في نعمة فتعترض على الله أن الله أنعم على فلان ولم ينعم عليه. هذه مشكلة الحسد. يزعوني اسمك عزيزيك ما شاء الله عملت رئيس ملائكة السماء الأولى وصفت عند الأجنحة وصفت استعدت بالعبادة ففضلت الله على الملائكة. خلق الله آدم وما أدراك أن آدم أفضل منك. هذا السؤال وما أدراك أن آدم أفضل منك لكنه رأى مخلوق كبير فظن ظن سوء أن هذا المخلوق الكبير سيكون أفضل منه فبدل ما يختار الصداقة اختار العدل. ثم رأى آدم في الجنة فحسد آدم فأخذ يفعل أشياء ليخرج آدم من الجنة فإذا يقسم يقسم بالله كذبا لآدم أنه لو أكل من الشجرة ليكون من الملائكة أو من المخلدين. ذا الحسد تمني زوال النعمة مع السعي لزوالها. ذا الحسد أن تتمنى زوال النعمة التي عند الغير مع السعي في مرانة ذلك. ليس حسد قلبي مش عمل قلبي ده قلبي مدينة معاد. هذا الحسد سيؤدي إلى بالطبع. يعني ايه بالطبع؟ يعني كراهية. نبدأ يكرهني لماذا؟ أنا لم أفعل معه شيء. أنا لم أرى في حياتي إلا مرة. هو يحسدك. هذا الحسد أدى إلى كراهية. طيب لماذا تكرهه؟ عشان أنا أفضل منه. يعني أنا شفت نفسي إذا أنا ضعت نفسي
يعني انت حاجة حلوة، انا حاجة حلوة اقولك، يعني انت حاجة كويسة، ده انا حاجة في منتهى الجمال. مرة مع مرة انا 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 انا, أنا صار يتعامل مع الناس ويشعرهم انه افضل منهم. هنا في كثير قلت انا ماشي ازاي؟ الشيخ محمد يشرح اصول، انا اشرح اصول، لماذا الشيخ محمد يشرح اصول في ساحه الاخبار وانا لا اشرح؟ لماذا الشيخ اشرف يفضل الشيخ محمد ولا يفضلني؟ اذا تعالى انت ليه؟ انا احسن منه. هنا قالوا الشيخ اشرف ليه الشيخ محمد يجي يشرح؟ الشيخ محمد كان في اخطاء وتكمل ايه؟ في البدايه انا اشعر انني افضل. أقابل الشيخ محمد، أهلا وسهلا، تعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ وتقابله بفضاء، ليه؟ لأنني إيه؟ أشعر أنهم في نعمة وأنا لست في نعمة. طب ليه غرمانة؟ لأن الله أنعم علي أنا أفضل منه، إذا أنا أترفعت. مرة مع مرة لن أترفع على الشيخ محمد، سأترفع على الخلق أجمعين، هنا أنت متكبر. أنت إيه؟ خلاص؟ لكن انا اسال سؤال، لماذا الشيخ هشام لا يشرح اصول في صحة الاعتقاد؟ من يجيب؟ من يجيب؟ لان الشيخ هشام مش فاضي ينام. خلاص؟ قول يا ابني، تجد الشيخ هشام يعقد على الشيخ محمد يعني. قول يا ابني، انا مش فاضي، لو تزودت بدري كنت انجبت مثله. قول. أنا ما بدي ديمقراطية، بسأل الناس وأعرف آرائها وبعدين أعمل أنا عايز أعمله. أي نعم هي الحكومة بس أنا الملك. معلش بس علشان يعني إن شاء الله نكون مضمين من بركة الشيخ محمد حل إن شاء الله. فإذا خرجنا من منزلك إلى منزلك رقم اثنين، الملائكة لا تمشي في سكون، الملائكة تمشي تستخسر مقالب العلم، اللهم اغفر له فإنه ترك حاجته من أجل حاجتك. ثلاثة، ما من خطوة تخطوها إلا بحسنة وسيئة تمحى وترفع درجة في الجنة. رقم أربعة، ومن أخطرها مجلس علم خير من عبادة 70 سنة. ما أعتقدش إن إحنا هنوصل لـ70 في هذا الزمن. لكن انت النهاردة خطبة الجمعة ادي 70، درس العصر ادي 70، درس النهاردة ادي 70، ادي في يوم واحد 210، في يوم واحد 210، سنة صافي خالصة. عايز ايه نعيم من الله اكثر من هذا؟ او ده اللي المنشد اللي كان بيشرحه يا هنادى بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا العلم وارشدنا الى العلم وهو القائل مجلس علم خير من نبات كم سنه 70 سنه وموت فيها. ذهبت للمسجد اعلان عن شعيره ان في مسلمين في المنطقه بالحق حق لي؟ لا، بحق لله وواجب عليك. مجلسنا في هذا المجلس بحق لله حتى نشعر ان في مسلمين وفي علم معلم وفي طالب علم
وفي خيرية الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. هذه الشعيرة الناس تشوف نفسي في الشارع دي شعيرة ازاي لما نفسه ما شعيرة في المسلم يمشي في الشارع هذه الحقوق والواجبات. لذلك السفينة والوقار والاعتبار بخلق الله برهم وفاجرهم البار يعني احنا عاوزين تكون نموذج للصالح وللفاسد. ذهابك الى المسجد دليل على انك طائع. انا عندما اردت ان اذكر الله ادرك الرباني تعلم بعبد الرباني من اذا رايته تذكرت اياه. كل واحد كما تشوفه تفتكر حاجه شيخ النحو عندما تراه وتذكر ابن مالك وكلامنا ترى صرفها تفتكر ما فعل 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 ترى البلاغه تفتكر ما مقرن مسافر امشي بصوت تفتكر تشوف الفرائض تفتكر نص وربع ثلاث اربع وخمس كل حاجه فيها حاجه كل حاجه فيها حاجه. لا يعني شفنا لي كده حاجات كتير بس والله ما عندنا اعداد كتير قوي بس انا مش فاضي دعني اعمل في صوت دعني شو بحاول اعمل في صوت ينام يعني ما تخليش عنصر الكبر في اي فرق صلى الله عليه وسلم خليك بس معاك ادي علامه العبد الرباني اذا رايته تذكرته الله انت عندما تحضر عند العياده يا شاف الاسنان تشعر ان اسنانك تؤلمك تعبر عند تقييد العيون تشعر ان عينك تؤلمك. انا عندك عندما تعبر امام المسجد تشعر ان الله يناديه حي على الصلاه حي على من؟ على الصلاه. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وغض بصرك عن نظر الغفله والشهوه. أنت قصدت الله إذا لا مجال للغفلة عن الله ولا مجال لشهوة الدنيا ولا تتذكر إلا الخالق وما أعده الله لك من نعيم وأزلفت الجنة به. وأمشي السلام مبتليا ومجيبا في أداب الطريق كف الأذى وغض القصر ورد السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر خمسة الرسول حدثه كف الأذى رد البصر رد السلام أمر المعروف يعني عميد أمر في خمسة اسمها حق الطريق حق لها والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكل من أرشدك إلى الله لا تصد نفسك ولا تحرم نفسك من الطريق إلى الله. وكلنا سائرون لكن هناك من يصل بعد ساعة وهناك من يصل بعد يوم وهناك من يصل بعد أسبوع. فإذا وجدت من يقول لك اركب معنا نسرع إلى الله لا تحرم نفسك تأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إن كنت من أهله. وأرشد الإخوان. المسلم حاجة باثنين إما ناصح وإما منصوح إما مرشود وإما راشد إما نافع وإما منتفع. لكن المسلم لا ينصح ولا ينصح ليس بالدين. المسلم إما مستفاد وإما مفيد لكن لا مستفيد ولا مفيد مستحيل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا من ملائكتك وكتبك تعالوا نقف عند افتتاح الصلاة. أسرة كل المسلمين.